好
لاني معام التفخيخ مال الدواعش اثرنا عليهم. لكن الحمد لله شكرا ما انتهوا قبل لا يستخدموها اصلا هاي القنابر كلها محل الصنع يعني هم صنعوا القنابر. تابع عمل كلها مواد وحديد مهند هنا وبعدين يستخدموها بالمعمل تابع الوان مستوصف صحي المعمل الاخر من المعامل اللي كان يستخدمها عصابات داعش هو تصنيع قنابر الهاون المعمل الجديد هذا لاحظوا هاي شو قنابر الهاون والمعدات والاجهزه اللي كان يستخدمها في صناعه هذه القنابر يعني بتعاون بين استخبارات قيادة عمليات نينوى واستخبارات الوطنية استخبارات داخلية
استطاعت هذه المجموعة الخيرة العثور على كد شيتات كبير جدا في المنطقة الصناعية في باجواية. يمكن الكاميرا مالتكم وثقت حجم أسلحة الدمار اللي صانعيها في هذه المعامل. يعني اولا هذا يدل على انه إمكانية العدو يعني بدأت تتضاءل بالأسلحة وغيرها، لانه مثل هذه الكمية الهائلة جدا وكثير اخرى تم العثور عليها في اماكن اخرى في الشورى وفي القيارة وفي مناطق الحمدانية ايضا. هذه كلها يعني اكيد راح او اثرت وراح تاثر على قدرات العدو القتاليه. هذا الكميه من اسلحه الهاونات وغيرها كانت كلها موجهه او اكثرها كانت توجه لقطعتنا، ايضا توجه لقتل المواطنين الابرياء.